وقفونا نادوا علينا ولا حكوا بلشوا هدم في الغرفة. طبعا الغرفة هذه صار لها حوالي سنتين مبنية ما بتأثر لا على يهود ولا على عرب ولا بتأثر على حدا. يعني غرفة بقعد فيها الحارس بقعد فيها بيجي واحد عنده أخوه كذا لآخره بنقعد فيها عشان تعرف الخيل. إحنا باعتبار في خلا وعندنا خيل يعني حكة مصاري مبلغ وقدره تعرف الوضع مش أمان. فهذه الغرفة يعني حاطينها إحنا بس حراسة للخيل فقط لغير يعني ما في أي إشي بضر لا على اليهود ولا بضر على العرب. يعني الناس بطيحوا بطلعوا من هو عشبان ما عمر حدا تأذى منها ولا عمر حدا تأثر منها ولا عمر حدا يعني عبر فيها من أي جهة كانت. يا سيدي إحنا من وقت أمرنا لله ما لناش إلا غير هيك. الإنسان إذا بقول هذا العبد الفقير إن إحنا إن الله والله هو اللي بتوكلنا وربنا بيجيبه الله منيح يا سيدي.